بصي انا وزني 135 وسني 35 سنة، وجيت في فترة كده من حوالي 3 سنين وزدت مرة واحدة بتاع 40 كيلو. فبصراحة كنت عايزة أعمل عملية اللي هي السياسي مش التكميم. كنت عايزة تعملي عملية سياسي. ايه؟ السياسي، اوكي. طيب حلو حلو. طيب. نوع عمليات التخسيس، هي مش تحويل مسار صحيح. ومش التكميم، لا هو حاجة تانية بس. وكان في حد من قرايبي عاملها، بس مامتي مخوفاني جدا، عمالة يقولي لي دي ممكن يعني تسبب الوفاة وحاجات كده، وانا كنت عايزة طب خليني اشرح لك. دكتور خالد يشرح لك كل حاجه ده دلوقتي. في سؤال اي اسئله حلو قبل ما ده. تروح؟ لا 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 كويس تمام. قوي كويس قوي. شكرا استاذه دنيا ودكتور طيب خالد. طبعا دنيا انت محتاجه واحده من العمليات. احنا عندنا نوعين من العمليات، في عمليات بنسميها قياسيه اللي هي ستاندرد بتتعمل في كل حته في العالم ومعروفه، وفي عمليات اختباريه. اختباريه يعني ايه؟ يعني عمليات لسه بيجربوا فيها ولسه مش عارفين عيوبها، فاحنا بنجربها ولما تثبت نتائجها على مجموعه من البشر نبقى نعمم استعمال. فالساسي هي واحده من هذه العمليات، هي عمليه اختباريه، واحنا عندنا قواعد في الطب للعمليات الاختباريه. عشان اعمل عمليه تجربه في الناس لازم اعملها في جامعه وتبع نظام ابحاث، والمريض ما يدفعش ولا مليم. يعني ما ينفعش ان انا اجيب مريض اقول له انا هعمل لك عمليه مش مثبته ومش معروف نتائجها ومش معروف هيحصل لك ايه بعد 5 سنين، وبعدين نوم ناخد منه فلوس. عملية الساسي هي عملية بتجمع ما بين عيوب تكميم المعدة، احنا استأصلنا معدة ورميناها ما ينفعش نرجع فيها، وبين عيوب التحويل المصغر، لان بيتحط وصلة بطريقة التحويل المصغر على التكميم. فالمريض بيبقى عنده سكتين يعدي فيهم الاكل، واحدة منهم على الاثنى عشر وواحدة منهم على الوصلة الجديدة. مين بقى اللي هيعدي على الوصلة الجديدة اكتر فهيخس؟ مين اللي هيعدي على الاثنى عشر فمش هيخس؟ مين اللي هيعدي ما بين النص ونص فهيخس نص ونص؟ ما نعرفش، مفيش طريقه ان احنا نعرف. ولما بنعمل اشعاعات للمرضى بنلاقي شويه كده وشويه كده وشويه كده، فانت وحظك يعني عملتي عمليه يعني. يا خسيتي قوي بعدم امتصاص، يا خسيتي نص ونص، يا ما خسيتيش انت وبختك. فالحقيقه انا ارفض هذه الانواع من العمليات الاختباريه، وخاصه اللي بيعملوها في مصر معظمهم مش علميين قوي يعني. يعني فيهم واحد او اتنين ابتدوا يعملوا شويه ابحاث وبتاع، بس الباقي كله الحقيقه مش علمي خالص. فانا انصح ان احنا نبعد عنها، لان احنا مش عايزين تجارب في البشر. صح طبعا. طب ننصحها بايه برضه عشان تكون يعني مخوفينها مامتها تقول لها هيحصل وفاء؟ هي بيحصل كون ان هي شافت حد عمل عمليه وخس، دي حاجه هتحصل مع اي عمليه سمنه. احنا كل عمليات السمنه بتدي نزول مؤقت لمده سنه سنه ونص اللي هم شهر العسل بتاع العمليه في اي حد. ترجع تاني. طب هل ينفع؟ فما ينفعش ان انا اشوف حد عمل عمليه بعد 6 شهور او بعد سنه او بعد سنه ونص خاسس اقول الله ده انا لو عملت عمليه هفضل كده طول عمري. لا. انا لو عملت عمليه ممكن ابقى زيه وبعد 5 سنين ارجع اتخن تاني. فاحنا مش في احنا العمليات السمنه بتتعمل في العالم العمليات الحديثه من سنه 80، بقى لنا حاجه و40 سنه. فانا مش محتاج ان انا حد يجرب فيا عمليه ويدفعني فلوس صحيح. ويبهدلني، وخاصه ان هي لا يمكن الغائها.